مساء الخير، اهلا وسهلا. انا هعمل النهارده 2 انبوكسنجز بسرعه. مش عارف ده اصلا اول واحد كرواتة من جرانك فيست في السويد، شيف سويدي. مش عارف بقى اول واحد ينفع انبوكسنج ولا لا، لانه مش بوكس اصلا. ف هو فاتح، مش عارف بقى نسميه ايه. نجيب مقص علشان نخلص. اوكي، انا عمري ما جبت حاجه من جرانكفست قبل كده، بس اتقال لي انه كويس، انه محترم. ادي الكروات اهي، جرانكفست. اوكي، استابلش 2017، فحديث المنشأ. بس يعني مايوركا برضه، سي ال بي مايوركا اللي طلعوا كويسين جدا برضه، جداد. انما عظام. وادي ادي كرواتة من جراند كريست، هاند ميد ان ايطالي. جراند كريست هاند ميد ان ايطالي. الناس دي كلها بتعمل حاجتها دايما، يا في ايطاليا يا في سويسرا يا في فرنسا، ودول عاملينها في ايطاليا. ومش ممكن، خف الريشه، ريشه ريشه ريشه. 3 الوان، 3 الوان، كحلي بني فضي. خف الريشه، ادي الالوان اهي، كحلي بني فضي. اوكي، خف الريشه. ودي حاجه اسمها ايه، سيلف تيبت تاي، يعني ايه، من جوه زي من بره نفس الخامه. اوكي، و الانترلايننج بتاعها هو في كانفاس اهو جوه. اوكي، فما هيش زي 7 فولد اللي هو سلك في سلك في اللي هو حرير في حرير، لا دي فيها انترلايننج جوه معمول من كانفاس. وده معمول من دي الحصان، شعر حصان. ودي خف ريشه فظيعه جدا، خفيفه مش ممكن. فعلشان تمسك نفسها، تمسك جسمها، تعمل ايه، ملفوفة بالإيد. أوكي، هاند ميد إن إيطالي، هاند ميد إن إيطالي، هاند ميد إن إيطالي، مش في الصين وبنجلاديش والحاجات الغريبة التانية دي. أوكي، ملفوفة في الآخر. بصوا في الآخر اللفة عاملة إزاي، ملفوفة مبرومة البرمة دي باي هاند، علشان تديها وزن، علشان تمسك نفسها وما تتهالكش. أوكي، فآدي كرافتة من جرانكفيست. جرانكفيست دول في السويد. اوكي، وبرافو جرانكفيست، وشغل عالي جدا، والحرير بتاعها حلو جدا جدا، الملمس بتاعه حلو جدا. فادي جرانكفيست، ادي اول حاجة النهاردة. اللي جاي وراها ان شاء الله حاجة تانية خالص.